السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على قناة الدعم المدرسي. ندخل إن شاء الله نشوف الصفحة 191، مرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي. في الفيديو غادي نطرق فقط الحصة ديال الشكل للنص، تحديات الصحة العالمية، وفي فيديو آخر غنديرو التطبيقات ونخليكم الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو. أول حاجة تابعوا فلاشين، فعلوا الجرس باش يوصلكم التنبيهات ديال الفيديوهات الجداد، وديروا جيم لافيديو باش يوصلكم ديما الجديد، وخليونا شي تعليق أسفل الفيديو. الحمد لله بركة الله مع القراءة والفهم. الحصة للأسبوع الثالث، النص هو تحديات الصحة العالمية. واكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم أزمات إنسانية متعددة، من ذلك ظهور العديد من الأمراض الفتاكة التي لم تكن معروفة في أسلافنا قبل اليوم. من ضمن هذه الأمراض مرض السكري أو القاتل البطيء كما يطلق عليه الأطباء، لكونه يصيب الإنسان لفترة طويلة دون أن يتفطن إليه، ومرض فقدان المناعة الطبيعية، وأنواع السرطان الخبيث الذي غدا من أكبر مشكلات العصر، ويتوقع له أن يعرف انتشارا واسعا في غضون الأعوام القليلة القادمة، وأمراض القلب الناتجة عن السمنة والقلق والتوتر الذي يعد ظاهرة الحياة اليومية إلا يكاد يسلم منه إنسان، وفيروس كورونا المستجد الذي يطرح على العلماء تحدي إيجاد لقاح له عاجلا. يظهر أن الأمر أكثر تحديا ويصعب تجاوزه في الظروف الراهنة، وحتى هذه اللحظة يقف العلماء عاجزين عن إيجاد حلول سريعة وشاملة لهذه المعضلات الصحية. إذا كان هذا هو النص. نشوف الآن الأسئلة. السؤال الأول، لماذا يطلق الأطباء على مرض السكري القاتل البطيء؟ يطلق الأطباء على مرض السكري القاتل البطيء لأنه يصيب الإنسان لفترة طويلة دون أن يتفطن إليه ودون أن يدرك ذلك. يعني الإنسان كيكون مريض بهذا المرض ممكن يعرفش، يعني حتى ممكن يؤدي به الموت، لأنه ذلك يسمى بالقاتل البطيء، يعني يقتل الإنسان ببطء. السؤال الثاني، ما هي أكثر الدول عرضة لهذه الأمراض في نظرك؟ يعني هذا السؤال ما كاينش في النص، حسبك أنت، ما هي الدول أكثر عرضة للتعرض لهذه الأمراض؟ كجواب محتمل، الدول أكثر عرضة لهذه الأمراض هي الدول الفقيرة لضعف الرعاية الصحية بها، هي أكثر الدول المهددة بالأمراض وبالكوارث الصحية هي الدول الفقيرة اللي ما عندهاش رعاية صحية وكيغيب عندها التطبيب. سؤال ثالث، كيف أصبح مشكل الصحة في العالم اليوم؟ إذا أصبح مشكل الصحة في العالم اليوم أكثر تعقيدا من السابق بسبب ظهور أمراض جديدة. إذا المشكل الصحي الآن أصبح أكثر تعقيدا مع ظهور أمراض جديدة، مثل فيروس كورونا مثلا ومجموعة من الأوبئة. السؤال الرابع، أذكر بعض الأمراض التي تنتشر بين الأطفال، يعني أمراض للأطفال فقط، ولكن لم يذكرها النص، ما ذكرهاش في النص. فمثلا الاحتمالات اللي لقيناها بعد البحث، كمثلا مرض الحصبة، مرض الدفتيريا، شلل الأطفال، الحمى القرمزية، وجدري الماء، جدري الماء يعني اسمه مرض جدري، يعني كاين الحصبة، الدفتيريا، شلل الأطفال، الحمى القرمزية. بالي السؤال رقم 5، طلبنا نعطي مرادفات 4 كلمات، هي أزمات، يتفطن، غدا، وغضون. المرادف أزمات، كوارث، المرادف هي كوارث. بالنسبة للمرادف، يتفطن، يدرك أو يفهم، هنا في حسب السياق تكون هي يدرك. بالنسبة غدا، غدا عندنا كاين مجموعة احتمالات، كاين أصبح، كاين صار، يعني هادو مجموعة من الاحتمالات اللي ممكن تكون كجواب لغدا. غضون، في غضون الأعوام، من خلال الأعوام القادمة، قالوا في غضون الأعوام القليلة القادمة، من خلال. بالنسبة للسؤال السادس، فأنا كتشوفو أن عندنا بعض الأجوبة، يعني طلبنا غير 4 وكاين مجموعة من الأجوبة. شبكة مفردات، شبكة مفردات هما كلمات مرتبطين بالأزمات، ممكن مثلا نكتبو مشكل، حل، كارثة، صحة، مرض، وباء، مثلا فيروس، هذه مجموعة من الأزمات، مثلا زلزال، مثلا هذو كلها كلمات تدخل ضمن شبكة مفردات الأزمات، أي حاجة عندها علاقة بالأزمة ممكن ندخلوها في هذه الشبكة، كاين مجموعة من الاحتمالات، ماكاينش احتمال واحد. السؤال رقم 7، اللي هو الشكل، كاين عندنا 3 ديال الجمل اللي مكتوب باللون المضغوط أو بخط مضغوط. الأولى، واكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم أزمات إنسانية متعددة، من ذلك ظهور العديد من الأمراض الفتاكة التي لم تكن معروفة في أسلافنا قبل اليوم.
الجملة الثانية: وأنواع السرطان الخبيث الذي غدا من أكبر مشكلات العصر، ويتوقع له أن يعرف انتشارا واسعا في غضون الأعوام القليلة القادمة. الجملة الأخيرة: يظهر أن الأمر أكثر تحديا ويصعب تجاوزه في الظروف الراهنة، وحتى هذه اللحظة يقف العلماء عاجزين عن إيجاد حلول سريعة وشاملة لهذه المعضلات الصحية. ونكون كملنا هذه الأسئلة بالنسبة للجزء ديال التطبيقات الكتابية، حتى هو كاين على القناة. غنخليكم الرابط ديال أسفل هذا الفيديو مع الفيديوهات الأخرى الخاصة بمرجع كتابي في اللغة العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.